والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إحنا ابتدينا يعني 5 دقائق قد نكون متأخرين، ولكن إن شاء الله إحنا يعني نتوقع أن يكون هناك تجاوب من المحاضرين في الوقت المحدد. سوف نعطي كل محاضر من أخوة المحاضرين 4 15 دقيقة حتى يكون هناك مجال واسع وكافي للمناقشات، ويعني هذه أعتقد أنها أحسن طريقة. سوف أطلب من السادة المتحدثين كل متحدث من الناحية الشمال من هنا أن يقدم نفسه إلى الحضور ثم يقدم المحاضرة، وبعد انتهاء المحاضرات 4 سوف نفتح المجال للأسئلة والأجوبة. نبتدي معك دكتور رفعت. تمام، السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. أنا رفعت بني خلف، مدير حماية وسلامة المصادر المائية في سلطة المياه. أعمل منذ عام 2002 في مجال البيئة والمياه وحمايتها من التلوث وكل القضايا المتعلقة بنوعية المياه. تمام، ممكن نفتح البرزنتيشن؟ أي أيوة والله. تمام، الآن الموضوع اللي أنا اليوم بدي أحكي فيه اللي هي العلاقة بين الزراعة والمياه فيما يتعلق بنظم المعلومات. بقدم نفسي من جديد، أنا رفعت بني خلف، مدير حماية وسلامة المصادر المائية في سلطة المياه. أعمل منذ العام 2002 في قطاع نوعية المياه وما يتعلق بقضايا التلوث والقضايا البيئية والتقييم البيئي المختلفة. اليوم موضوع البرزنتيشن اللي بدي أحكي فيه اللي هي المعلومات الزراعية والمائية تم إسقاطها معا وتشكيل عدد من المابس المتخصصة فيما يتعلق ببيانات نظم البيانات الجغرافية. تم إعداد هذه البرزنتيشن بالتعاون ما بين سلطة المياه ووزارة الزراعة، زملائي الدكتور محمود فريحات وزميلي المهندس عماد القضاء. هذه معلومات الاتصال. تم الاعتماد في منهجية العمل على خارطة الأساس اللي هي 52 مليون دنم القابلة للاستغلال الزراعي في المملكة. بعد ذلك تم تقسيم مساحة المملكة إلى 240 ألف نقطة، بين النقطة والنقطة 500 متر تقريبا. هاي النقاط بتغطي 52 مليون دنم، وتم استخدام المعلومات التالية: ارتفاع الطبقة المائية، التكشفات المائية، هبوط الطبقات المائية، قيم الإنتاجية، عمق سطح الماء، أعماق الآبار، الميول والارتفاعات. كل هاي البيانات تم دمجها معا لإنتاج قاعدة بيانات جغرافية. تم إدخال بيانات 36500 عينة تربة تم تحليلها في وزارة الزراعة. هاي العينات حللت منذ العام 1992 وحتى نهايات العام 2021. 36500 عينة هي فعليا بتغطي أغلب مساحة المملكة. واعتمد تم اعتماد منهجية الـ IDW، هذه منهجية داخلية في نظم المعلومات الجغرافية.
من أجل توزيع البيانات على 52 مليون دنوم. البيانات كانت مكونة من 115 عمود و 240 ألف صف. حصيلة البيانات فعليا 27 مليون و 600 ألف معلومة كانت. كانت البرمجية تحتسب البيانات على مسافات 500، لكن في إمكانية مستقبلا ننزل في الدقة لغاية 30 متر. الوقت اللي استغرق العمل حوالي 90 يوم عمل، يعني بواقع 1080 ساعة عمل. هاي طبيعة البيانات اللي كانت تقدمها نظم المعلومات الجغرافية، خصائص الحث والتعريق، التكشفات الجيولوجية، شكل السطح، الهيوميديتي للتربة، خاصية الجريان السطحي، خاصية المواد اللي على السطح، اسم الحوض، عمق سطح الماء الساكن، قيم الملوحة، خاصية الأعماق وخاصية الإنتاجية. هاي البيانات كلها كانت بتقدمها هاي خرائط نظم المعلومات الجغرافية. اعتمدنا في إنتاج أول خرائط نظم المعلومات الجغرافية زي ما حكيت على 52 مليون دنم، وتم استثناء المناطق المأهولة بالسكان. كان التوجه فعلياً أنه البيانات توجه لثلاث أحواض فقط، اللي حوض الحماد، حوض السرحان، وحوض وادي عربة الشمالي. هذه الأحواض ما فيها استنزاف، وبنفس الوقت ما فيها سكان، وفيها وفر من المياه، وما فيها نوعا ما عجز، لأنه ما فيها سكان ما فيها استغلال. فكان توجيه لأي مشروع مستقبلي لإنتاج النباتات والاكتفاء الغذائي لهذه الأحواض. الحمد لله كانت أنتجت الخرائط التالية على مستوى الوطن، وهي الأولى من نوعها فعليا، اعتماداً على البيانات 36 ألف عينة اللي تم تحليلها. هذه خارطة المناسبة الأمطار، بنلاحظ أنه مثلاً المناطق الشمالية أنسب مناطق للإنتاج النباتي، تليها الوسطى وأجزاء من الجنوبية الغربية، بينما باقي مناطق المملكة فعليا الأمطار شحيحة فيها ولا يمكن الاعتماد عليها في الإنتاج النباتي إلا باستغلال المياه الجوفية. طبعا هاي الخارطة الثانية اللي تم إنتاجها اللي هي Soil Salinity لأول 30 سنتي من نطاق التربة على مستوى المملكة، هذه أنتجت. طبعا احنا زي ما حكيت في مناطق تم استثناءها، المناطق المأهولة هذه باللون الأبيض، مناطق مأهولة بالسكان تم استثناءها من الحسابات. وهذه السويل سالينيتي إلى من 30 سنتي إلى 100 سنتي، لأنه بعض النباتات تنمو على السطح وبعض النباتات جذورها بتتغلغل لأعماق أعلى من 30 سنتي، فكان لابد من حسابات للسويل سالينيتي لهاي الأعماق. هذه خاصية الحت والتعرية، الإيروجين كلاسز، يعني في مناطق في وسط وجنوب المملكة لا تناسب الإنتاج النباتي بسبب حصول فيضانات، يعني أي فيضان بيحصل بيسحب النباتات ما بتكون مناسبة فعليا. هذه أشكال السطح، يعني في بعض النباتات بتحتاج أن السطح يكون مسوى 100% خالي من الحصى، خالي من الحجارة، فتم إنتاج هاي الماب فعليا اللي بتعطي يعني هذا اللون مثلا الأحمر not suitable، يعني مش مناسب لأي نبات، بينما الألوان الأسون والأستو والأسثري، الأسون هي أعلى مناسبة، أستو وسط، أستثريل أقل مناسبة. وهذا الغطاء السطحي، هاي خارطة الغطاء السطحي للمملكة اللي بتبين كمان إنه اللون الأحمر هو الأخضر هو الأفضل في الإنتاج النباتي، واللون الأحمر غير مناسب. وهذه أشكال السطح، أشكال سطح التربة في المملكة، وهذه كمان خارطة تعتمد على الألوان، بنلاحظ إنه أغلبها باللون الأصفر، يعني بدها تسوية وتسهيل للمنطقة حتى تكون صالحة للإنتاج النباتي. هذا تصريف التربة، بنلاحظ أن في بعض الأحواض في جنوب المملكة مش يعني التربة المياه تحلق على السطح، ما بحصل إنفلتريشن إلها، فلا تصلح للإنتاج النباتي، ومنها حوض الجفر الجنوبي. وهذه الخاصية سببت كمان أنه الماء ما تتغلغل للأعماق، أنه زاد تملح هاي المناطق. هذا الجريان السطحي، أغلى مناطق المملكة بيحصل فيها جريان سطحي، وبتكون فعليا هي مناسبة.
هذه خاصية الاحتفاظ في المياه Available Water Holding Capacity، خاصية التربة كم بتحتفظ في المياه. يعني كل ما كانت التربة بتحتفظ بالمياه لمدة أطول بتكون مناسبة فعليا للإنتاج النباتي. وهذه السلوب الميول، كلما زادت الميول بتكون غير مناسبة فعليا لمشاريع النباتات والإنتاج النباتي. بينما بنلاحظ من أغلى مناطق المملكة شبه مستوية، خاصة مناطق البوادي صالحة للإنتاج. هذه خاصية المحتوى الهيدروكربوني، يعني كم التربة فيها محتوى عضوي. بنلاحظ أن المناطق اللي فيها سكان استنزفت المحتويات العضوية وأصبحت بحاجة إلى الزبل الطبيعي وبحاجة إلى الأسمدة الكيماوية، بينما في مناطق البعيدة والنائية ما زالت تحتفظ بمحتواها العضوي. هذه خاصية الكالسيوم كربونات، كمان هذه خاصية مهمة في التبادل الأيوني بين النبات والتربة. خاصية الحموضة pH، أغلى مناطق المملكة فعليا pH مناسب لإنتاج أي صنف من النباتات. هذا طبعا النطاق العلوي، النطاق السفلي 30 سنتي لغاية 100. هذه خاصية التبادل الأيوني، أغلى مناطق المملكة اللي فيها هطول مطري فعليا مناسبة من حيث التبادل الأيوني، بينما المناطق البوادي تفتقر لخاصية التبادل الأيوني. نعم، سعة تبادلية. هذه الاير تمبرتشر في بعض النباتات يعني بناسبها الهواء اللطيف، وبعض النباتات بحاجة إلى صقيع، وبعضها بحاجة إلى هواء دافئ. لاحظ أن مناطق الأغوار الهواء ساخن جدا فيها، فتصلح لإنتاج صنف بيختلف عن الصنف اللي ينتج في مناطق الحماد أو السرحان الجنوبي. وهذه السويل تمبرتشر نفسه، يعني قيست للهواء وقيست للتربة، أغلى مناطق المملكة السويل تمبرتشر مناسب باستثناء مناطق الأغوار الجنوبية. جمعت الخرائط السابقة اللي شفناها كلها معا وأنتجت خارطة الأولى اللي هي سويل ستابيليتي. بنلاحظ أنها المناطق الجنوبية والشرقية أغلبها مناسب إن وجدت المياه. أغلب مناطق المملكة فعليا صالحة للإنتاج إن وجدت المياه. هذا فيما يتعلق في السويل مابس. الآن الووتر ماب، هذه طبقات الـ A16 اللي طبقات الحاملة للمياه. هذه الطبقات طبعا حسب السماكات، اللون الأخضر اللي هي سماكة الطبقة المائية لغاية 50 متر، واللون الأخضر الفاتح من 50 إلى 235، والأصفر هذه الطبقة اللي هي سماكتها أعلى ما يكون. هذه الطبقة كتيمة ما فيها مياه، حيثما وجدت هذه الطبقة معناته المياه الجوفية بتكون عميقة أو مش موجودة، فأعطيت باللون الأحمر إنها يعني هذه ما فيها مياه جوفية هاي المنطقة. وهذه طبقة B45 هي طبقة مائية تصلح لاستخراج المياه الجوفية، منتشرة في أغلب مناطق المملكة خاصة الجنوبية والجنوبية الشرقية. وهذا الهبوط في الضخ، يعني بعد الضخ من المياه الجوفية، في عندي مناطق اللي هي الوجه إلى الاستغلال في السرحان الجنوبي والحماد، يعني الهبوط مقبول وقابل للاستغلال من حيث المياه الجوفية، بينما المناطق الوسطى والشمالية الوسطى أصبح فيها هبوط عالي ولا ينصح باستغلال المياه الجوفية فيها. وهذه من حيث الأعماق، طبعا أعماق الآبار معناته كلفة، كل ما زاد العمق كل ما زادت كلفة استخراج المياه الجوفية. فأغلب المناطق الجنوبية والشرقية نوعا ما المياه الجوفية متوسطة العمق فيها. وهذه الإنتاجية، المناطق اللي وجهنا إلها الاستغلال اللي هي مناطق الحماد والسرحان، الإنتاجية جيدة، ما زالت طبقات مائية غير مستغلة بالكامل، وينصح بالتوجه إلها في حال طلب المزيد من إنتاج المياه الجوفية. وهذه الخرائط الثلاثة جمعت معا. بالنهاية إحنا الخارطة الزراعية أصبحت بين أدينا اللي ناتج عن جمع جميع المعاملات السابقة. بنلاحظ أنه أغلب مناطق المملكة واعدة للإنتاج النباتي في حال وجود مياه، سواء مياه سطحية أو مياه فيضانات أو مياه جوفية. تم استثناء الأحواض
اللي في الشمال والوسط وأجزاء من الجنوبية، لأن هاي أحواض أصلاً بتعاني من استنزاف، فلا ينصح بالتوجه واستخراج المياه الجوفية منها. هذه يعني عملنا قص بين 52 مليون دونم والخرائط السابقة، يعني نتجت إنه الأحواض الثلاثة اللي وجه إلى الدعوة لاستثمارها هي أحواض فعلياً واعدة. ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم. It's a pleasure to be here with you in the sixth. Oh, sorry. It's a pleasure to be with here with you in the sixth Arab Water Week. أنا فادية محمد، طالبة دكتوراه في جامعة البحرين وأعمل في جامعة الخليج العربي. My presentation is about assessing the perception and social acceptance towards reuse of treated wastewater. It's a case study for the Kingdom of Bahrain. And it's part of my PhD study with the supervisor, Prof. Waleed Zubari from Arab Gulf University, Dr. Amir Al-Haddad from University of Bahrain, and Dr. Amir Marabha, who helped me in the assessment analysis. Before starting, my outline of this presentation will consist of an introduction, water resources and uses for the Kingdom of Bahrain, treated wastewater as a non-conventional water resource, main challenges that facing wastewater reuse, and specifically I will talk about public acceptance. A CAB study was conducted to study the public acceptance towards reuse of treated wastewater, the survey methodology and main results, and finally conclusion and recommendations. Bahrain is located in one of the driest parts in the world that's characterized by low and irregular precipitation. As can be seen in the first figure, the average annual precipitation is lower than 100 millimeter per year. And it's characterized also by high temperatures exceeding 40 degrees Celsius, especially in the summer seasons, and high evaporation reaching more than 2,500 millimeter per year. This is making Bahrain as one of the most water scarce areas in terms of natural freshwater resources. The water scarcity problem is further worsened by rapidly growing demands on water due to population growth. Okay. The water scarcity problem is further worsened in the region because of population growth, unsustainable consumption patterns, lack of management between institutions and or lack of implementing regulations, and also potential impacts of climate change. Water deficiency in Bahrain is met by using three water resources. First one is groundwater, which is depleted and is non-renewable, and because of over-exploitation, it became saline. That's why Bahrain and the GCC countries were forced to find other alternatives to solve the water shortage problem, which is desalination. It helped to solve the problem. However, it's very costly and it consumes lots of energy and has an adverse impact on the environment. And also, they are slowly losing the treated wastewater, accounting for 10% from the total water budget in Bahrain. These three water resources are used to meet the demands of three main sectors, which are municipal, agricultural, and industrial. And treated wastewater is only used in the agricultural sector, accounting for 25% from the water requirements of this sector, and 75% still coming from the groundwater. There are 12 wastewater treatment plants in Bahrain. Toubli is the biggest one with a capacity of 200 cubic meter per day, and it receives more than 300 cubic meters sometimes. And also followed by Muharraq wastewater treatment plant with 100
cubic meter per day capacity. Bahrain is treating around 50% of its collected wastewater and reusing almost 33% of this water. There is a large percent of treated wastewater that's not used and represents a huge lost opportunity. Volume of treated wastewater is increased proportionally with population growth and water consumption. That's why it provides additional volumes that requires creative management through treatment and reuse. Wastewater is shifted from being a waste to dispose burden to a valuable resource that has many benefits, like reducing water stress, lessening pressure on the depleted groundwater, conserving other water resources for different purposes, and minimizing contamination and conserving energy. However, reusing treated wastewater still has many challenges, like health and environmental risks, economic and cost recovery, especially that Bahrain has no tariff on the wastewater service now, and public perception. Public perception is considered as one of the enabling environments that should be studied to maximize the full reuse of treated wastewater. A CAP survey was used to measure the knowledge, attitude, and the practice toward treated wastewater reuse. CAP is abbreviation of knowledge, attitude, practice. It's a behavior change theory where high knowledge levels in any subject are known to indicate adoption of positive attitude and good practice toward that subject. So an online questionnaire was conducted that consists of 28 multiple choice questions, was randomly distributed last year in 2022 and was oriented to around 500 Bahraini people with an objective to assess the knowledge, attitude, and the practice towards treating wastewater reuse. This will be the first CAB study in the region, and to compare if any changes occurred after 30 years, because there was a previous study that was conducted in 1991, and the results indicated strong rejection toward the reuse. The standard methodology for the questionnaire was followed, starting from creating the questions through doing the validation and reliability tests, and finally with statistical analysis. The survey main results. The demographic data showed that out of 513 surveyed, 54% of them were females with different occupation, age, and education levels. Most of them for the education hold a bachelor degree. The knowledge results indicated high knowledge towards the water situation in Bahrain. When they were asked if the water bill is subsidized, 84% responded correctly. And what's the source of water reaching your house? 74% they had the knowledge on this question, that is desalination or groundwater. And if Bahrain is currently experiencing a water shortage problem, 65% said yes, and 61% predicted that this program will continue in the future. However, really, in questions related to the wastewater situation, 88% said that it's important to treat the wastewater, but some questions that, for example, name a wastewater treatment plant, only 64% knew what's the name of the one of the 12 wastewater treatment plants in the Bahrain. And if where does the wastewater go after leaving the house, only 48% knows that it's going to the wastewater treatment plant. So there is a gap in the knowledge regarding the wastewater in Bahrain. About attitude results, there was a bad attitude towards reuse. 89% mentioned that it's possible to reuse wastewater beneficially. However, 31% said that they would use wastewater after treatment. And unfortunately, only this percentage. And when we asked them specifically on which purpose you can use wastewater, 95% said at normal conditions they can use it, and for irrigating streets and parks. For irrigating home gardens, 77% accepted. For irrigating fruit trees, only 44% said yes. For groundwater recharge, only 31% said okay. And this percent decreased with direct contact with the human body. And the same question was asked, but if Bahrain is facing severe shortage of fresh water, slight increase in this percent happened.
The reason of rejection was mainly 86% that's psychological. 74% mentioned it's health risk, 30% environmental concern, and only 20% because of the religion. In the previous study, the reason was first health, then psychological, and third followed by religion, then environment. For the practice results, we didn't ask any question related to wastewater because the public is not using wastewater, only the agricultural sector who is using it. So, but we want to make sure from the quality of the wastewater that's leaving the house. That's why we asked them if you throw any medicines in the sink. 93% had good practice, they don't. And 66% they don't throw oils or chemicals in the sink. And 60% they are using saving water devices. And 44% they don't rely on the tap water for drinking purposes. When we ask farmers what is the irrigation type that you are using, 41% of the farmers are still using surface irrigation that has the lowest irrigation efficiency. And they are growing many types of crops, mainly vegetables. 73% of the farmers are growing vegetables, and they are using, some farmers are using treated wastewater, 21%, and 30% of the farmers are using both groundwater and treated wastewater as a water resource. When comparing the CAP results with the demographics, the gender significantly affected the knowledge, where females had more knowledge than females. Also, knowledge was affected by the education, age, and occupation. Higher education levels have higher knowledge, older ages, and the people who are working as specialists have higher knowledge, whereas attitude and practice, there was no significant differences between these four factors. In conclusion, reusing wastewater offers a major opportunity to supplement existing unsustainable water supplies. However, public acceptance is still a concern. High knowledge was found in relation to water scarcity. However, lower knowledge levels were found regarding several aspects of wastewater, and therefore attitude was also low due to mainly psychological resistance. The rejection increases with direct contact with the human body. And recommendation to enhance the treated wastewater reuse in Bahrain and the GCC at large, the human dimension needs to be addressed through awareness and education. Awareness and education efforts and campaigns should focus on the water scarcity problem, wastewater reuse advantages, and the treatment process as a whole. The water authorities need to increase the transparency by doing periodic reporting and open data, put a tariff on the wastewater to maintain the sustainability of the sector, and enforce restrictions on the reuse by the farmers. Thank you. If we need a sustainable system, we should think about wastewater differentiation. شكرا فادي على هذه المعلومات الريال. معلومات رائعة ويمكن من الدراسات الخلايا في المنطقة العربية. شكرا دكتور. يعني التردد في استخدام مياه الصرف الصحي المعالج. يعني هذه أول مرة أرى فيها يعني تحاول فعلا بقدر كبير من الجدية والعمق يعني معرفة الأسباب الاجتماعية لدى المجتمعات العربية عن هذا الثمن، ولكن إن شاء الله سوف يفتح الباب للأسئلة فيما عندما يتعزم. إن شاء الله. الآن أفتح أعطي المجال للدكتورة خلود تقدم على أساس إنه تقدم العرض. إن شاء الله أفتح المجال للأسئلة بعد. السلام عليكم، يعطيكم العافية. My name is Khulood Bashtawi. I'm the manager of Strategic Planning Directorate in Jordan Valley Authority. My presentation will be about governance in Jordan Valley Authority. The content of the presentation will be a brief about Jordan Valley Authority, water, what is governance,
Water Governance in Jordan Valley Authority, Principles of Good Governance, Governance Activation Tools, the Legal Framework of GVA, and the Institutional Framework of GVA, an idea about the history of Jordan Valley Authority evolution. Also, I will present a matrix of strategic goals and their intersection with sectorial and national goals. JVA measures in applying the governance principles, main reforms to improve water governance in Jordan Valley Authority. I will start with a brief about Jordan Valley Authority. Jordan Valley Authority was established in 1977 with responsibility over the socio-economic development of the Jordan Valley. JVA role developed to emphasize more on managing the water resources in the valley within the Jordan Valley, which encompass the dams to manage river flows and seasonal runoff, bulk irrigation water distribution systems, and King Abdullah Canal. The Jordan River flows through the valley towards the Dead Sea with King Abdullah Canal and its distribution networks constructed alongside the eastern side of river. King Abdullah Canal is a major irrigation canal and transports water from the north of the valley until the north part of the Dead Sea. We can say that King Abdullah Canal is the downstream to some dams constructed on the eastern wadis and is a major distribution channel for treated wastewater from a Samra wastewater water treatment plant. Also, I would like to mention that the water resources in Jordan Valley not just used for irrigation issues, but also for domestic use, industrial use, and tourism. JVA interest also in organizing the irrigation residential lands in the valley and aim to develop tourism in the Jordan Valley area. What is governance? This definition, as in the guide manual of governance of public sector. It's a set of legislations, policies, organizational structures, and the procedures, and the controls that influence and shape the manner in which a government department is directed and managed to achieve its objectives in a manner professional and ethical, with integrity and transparency, according to mechanisms for follow-up and evaluation with a strict system of accountability to ensure the efficiency of effective performance on one hand and fair provision of government services on the other. Why governance in public sector? Governance in public sector, the main aim of governance in public sector is to clarify roles and responsibilities, enhance accountability, and increase public trust and satisfaction. Water governance in Jordan Valley Authority and really in all water entities. Water governance is not an end in itself, but it's a means to achieve effective water management. It's not possible to achieve effective good water management without addressing governance principles. The main aspects of water governance are formulation and implementation of water policy, laws, and institutions, clarification of roles and responsibilities of government, civil society, and the private sector, water rights, pricing, quantity, and quality standards. This sketch shows the principles of good governance as it mentioned in the governance assessment and improvement tool, which applied in the government of Jordan.
The nine principles are rule of law, transparency, accountability, participation, integrity, equity, effectiveness, efficiency, and sustainability. On the next slides, I will show some examples how GVA applied these principles. Governance activation tools. There are two inputs to activate the governance tools in the public sector: external inputs and internal. The external inputs are the Jordan Constitution, Royal Visions, the National Agenda, strategies and policies of water sector, rules and regulations. The internal inputs are strategic plans, hierarchy structure, auditing and controlling. These inputs will lead us to form the legal framework for JVA as a public institution. There are many levels for the legal framework, starting from the Jordan Constitution, where the Council of Ministers is entitled to propose laws and the Parliament enacts the laws. Regional agreements. As you know, JVA is the main organization that's responsible about the regional agreements regarding water issues. The regional agreements as Jordan commitment to international community, funding agreements, international and bilateral agreements. The laws. Jordan Valley depend on Jordan Valley Authority Law number 19 and amendments of 1988. Bylaws, Jordan Valley Authority Administrative Bylaw number 27 of 2022. Instructions and standards, the main instruction JVA referred to it in the water and lands issue. Instructions for irrigation water use in the Jordan Valley, which updated, the last update for it was in 2003. Really, I would like to go to the JVA institutional framework first, then return back to the history. The JVA institutional framework. As you know, Jordan Valley Authority is one from the organization referred to the Ministry of Water and Irrigation. We have six administrations, two separate units referred directly to the Secretary General, and a unit for internal auditing referred directly to the minister himself. The importance of institutional framework really is to know the responsibilities and functions and the procedures. Still. Okay. Inshallah. This slide shows the history of Jordan Valley Authority evolution. Jordan Valley start when the first block of King Abdullah Canal was put. This was in 1958, and it was called at that time East Gore Canal Authority. In 1967, it became Natural Resources Authority. 1973, Jordan Valley Commission. And from 1977 until now, it's Jordan Valley Authority. This is the vision and mission of Jordan Valley Authority. Vision: a sustainable management of water resources and lands to achieve comprehensive development in the Jordan Valley. Mission is the way that we are want to develop, how to develop and to protect our resources and lands. JVA strategic planning is very important, as I said in the beginning, it's one from the internal inputs for the governance, to activate governance. The strategic planning stages start from before really the National Water Strategy, we refer to the National Agenda, Royal Visions, then the National Water Strategy and Water Policies, strategy implementation itself, then the executive plan and operation plan,
After that, we have to measure and evaluate, and after that, review and revise any update. This matrix shows us the intersection between the national goals, sector goals, and GVA strategic goals. I will not mention, I will mention an example. For example, JVA strategic goal raised the efficiency of water system in the Jordan Valley and reduced the percentage of losses. When we achieve this goal regarding to our objective as an organization, in this case, we work to achieve the sectorial goal, which is raising the efficiency of irrigation water network, and then the national goals, which achieve of water supply security and energy security. JVA measures in applying the governance principles. I will not read all of them. I will say that the Jordan Valley Authority has reviewed all the legislation in force since establishment, whether related to the Jordan Valley Development Law and its amendment or other legislations and law. This will help us to apply governance, to put more rules on the usage of irrigation water, on water in general, on the usage of lands. Also, from JVA measures in applying the governance principles, JVA activated a system called the Government Inventory Management System. This is for all public sector. This is for all public sector, and this will help to preserve the authorities' assets and control expenses. The last thing, really, I would like also to explain this sketch. It's a good or a great example about how JVA distribute and manage water resources and applying all the governance principles in it. JVA manage the water resources and distribute water by using computerized system. Really, these computerized system, we start with them in 1994. And it was at that time as a revolution in the area. We have two main systems, and for sure from that time, we updated and enhanced the systems many times to be pace with the last technologies. We have two main systems, water management information system, just 5 minutes. Water. That's it. Just 5 minutes. Can you give me? I cannot give you 5 minutes. Only 2 minutes. Okay. Please. It's up to you. We have to be fair with others. Okay. But this is, the last thing. Really, the system make us to ensure and to apply all governance and to accountability, transparency, and sharing. Thank you. Thank you. Thank you very much, Dr. Khulood. I think this I'm is engineer. Really what you are doing is immense and comprehensive. Sorry for the time is short, but we have no to stop problem. Somewhere. No problem. Now I will give the floor to the last speaker, Dr. Rehab Tarawna, to introduce her last presentation. You have 15 minutes, please. Allah Allah. I'm trying to finish earlier. All presentations are really very interesting, and I wish we could have more time to really listen. But inshallah, through questions and answers, we'll be able, inshallah, to satisfy, this. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم. وعليكم السلام. مهندس رحاب الطراونة مدير مديرية التخطيط الاستراتيجي في وزارة المياه والري، حاصل على بكالوريوس هندسة كيماوية من الجامعة الأردنية، ماجستير في هندسة البيئة والمياه، وماجستير في إدارة المشتريات الدولية. ممكن if you permit me to mix in the language, I don't know. ما في مشكلة. أوكي. كلمة الصورة اللي أنت ترتاحها. To be more quicker, yes. العربي إنجليزي.
كان من الجميل انه زميلتي بدات قبلي عن الووتر جوفرنانس، مع انه كان مخطط انه انا ابدا قبلها، بس كان افضل هو صحيح، لانه احنا الخطه الوطنيه هي ضمن حوكمه المياه او الووتر جوفرنانس. كان عندنا في الاردن خطه وطنيه اولى وخطه وطنيه ثانيه، لكن كانت ممكن اقول انها غير شامله او غير كافيه في السنوات السابقه لعده اسباب يعني لا استطيع ذكرها الان. فصار التوجه لعمل خطه وطنيه ثالثه على مستوى الوتر سكتر كله. لماذا نحن بحاجه الى الووتر ماستر بلان، او ممكن نقول ما هو تعريف الووتر ماستر بلان؟ Now I will shift to English. It is an instrument to plan for the future based on assessments of current situation and expected development during the planning horizon and gap analysis including information gaps. The assessment will be of many parameters or all the sector parameters or all the sector issues was assessed in order to have يعني الحالة الصحيحة أو the current situation of water sector من جميع النواحي، حتى نستطيع نعمل حوكمة ونستطيع نعمل planning للمستقبل بسبب أسباب كثيرة. فكانت الحاجة لهذه الخطة الوطنية بسبب عندنا the ground water over abstraction، وكان عندنا طبعا المشكلة العالمية climate change و water quality deterioration in some areas especially for the salinity aspect. We have deliverables of this water national water master plan أو الدوكيومنت اللي كان مطلوب إعدادها من خلال مشروع الـ GIZ الألماني. في البداية كان مخطط إنه عنا 8 volumes، لكن في بداية المشروع ارتأت الوزارة أن يتم إعداد rapid assessment لدراسة الوضع الحالي كما هو وبالسرعة الممكنة بسبب وجود مشاريع لازم أو يجب أن يتم تنفيذها. كان في عنا supporting studies for the Western Master Plan. This volume B it means one of the documents which was about the water resources, and these related studies which يعني ساعدت في إعداد هذا الأسسمنت والريبورت عن الwater resources. Volume C also about water demand and uses and also water allocation gaps. The volume D no annexes because it will be in the next step of the National Water Master Plan. How it was made or prepared. It mainly in the beginning for the rapid assessment, nine work groups were established and meeting monthly. These work groups, I think, no need to mention which, يعني what are these in general, all the aspects of water issues. These groups agreed on which data should be collected or studied or analyzed, mainly the groundwater basins, population growth, non-revenue water, water demand, groundwater abstraction for irrigation, climate change impact, and scenarios, project planning. The master plan should focus on the resources and allocation of the water and the future supply and project planning. Actually, the resources, and as we know and we will see later on,
how the reduction in the water recharge of the groundwater and the over exploitation of the groundwater and the whole problem of water scarcity in Jordan. And we need to reallocate these resources to meet the new situation of Jordan and also for the new resources which is planned now, especially for the desalination. This will be start in details for the some or the main volumes of this National Water Master Plan, which is the water sources, as I said, the conventional ones, which are groundwater, surface water, and the non-conventional, which are desalination and treated wastewater. In Jordan, we use 90% of the treated wastewater, and desalination, we have the desalination of the brackish water, and we are working on the desalination of the sea water. The climate change impact, it is, I think, I cannot go through it in details. As we know, the very high temperature in Jordan, which will result in high evapotranspiration, which will mean less precipitation in Jordan and dryness. What are these climate changes you expect in Jordan? The climate change impacts, you mean? Yes, I mean, mainly we have the raise in the high in the temperature. Yes, which will, and subhanAllah, I was thinking in this in the morning that for the evapotranspiration, it should, in the result, it should precipitate more. But because of this high temperature, we don't know, it will evaporate to the next countries, maybe to Saudi Arabia. So I cannot, maybe you can, you have more experience than me and you can answer this. Okay. Okay, I will skip this. Maybe this map will show us these cross, red crosses, the shortage in the water, especially in the water supply, especially in the northern governorates in Jordan, and the deterioration of some water quality in some areas also. I will skip these details. And these are some well fields which were studied in this in preparation for this plan. We can see that major of the well field will be exhausted by 2040. All these challenges of all challenges for the water sector or on water sector, we can say, will make the increased cost in pumping, because we know as the water decline of the groundwater level will make or will result in the pumping, more pumping or for high levels, because the water will be in the low level. And for the, sorry, for the quality, expected changes in water quality, as we said, because of the decline or drawdown in the water level, we will have the heavy metals and the salinity and radioactivity also we will have. Actually, maybe now it will be إعادة يعني تقريبا لresources assessment. كان عنا على surface water. إحنا حكينا أكثر على الground water. حاليا رح نحكي عن surface water. وإيش كان صار عنا مشاكل بالدامز وصار عنا في كان من خلال
المودلز اللي تم التعامل معها لإعداد هذه التقارير. كان عندنا هيدروجيكال موديل، كان عندنا فاكت شيتس فور اول ميجر دامز، في عندنا سيرفيس ووتر ستدي، ميجرمنت اوف سيديمنت اكيوميليشن ان دامز اند سيديمنت مانجمنت ستدي، اند ذيس تو ستديز ار نوت اي ام نوت شور اباوت ذيم اند ذير ريزلتس اولسو. These are about some also supporting studies for the National Water Master Plan, and it shows some examples about the volume of the sedimentation in the dams. This is the Noor Dam, and the rapid assessment volume B and C results. In general, volume B was about the water, the water resources, and volume C was about the water demand. Analysis of municipal water supply situation considering climate change and resources decline based on existing data. Rapid conventional water resources decline not considered in planning less than 39% water demand continues to increase by 31% until 2040, and high supply gap, of course, will be in 2040 by 65%. These numbers, without remedial actions and without new resources, which are planned now in future, inshallah. And thank you. Shukran. شكرا مهندس اود لو سمحت شغل الميكروفون. اود في البدايه ان اهنئ زملائنا في المملكه الاردنيه الشبيبيه. هنا مثلا ما شاء الله اربع سبيكرز منهم ثلاثه جندر، يعني هذه هنا يعني بصراحه تقدم كبير جدا في اشراك المراه في دراسات وفي اتخاذ قرارات المياه. والله أنا أهنيكم وأهني على بصراحة وتستحق التهنية. وهذا أحنا في المنطقة العربية نتهم أن المرأة يعني لم تأخذ نصيبها، وأنا والله يجلي صدري أنه أرى هنا في المملكة الأردنية الشامية نموذج لنا في الدول العربية كلها، ونتمنى عندنا إن شاء الله في الخليج يصير عندنا مثلكم قيادات. أنا فعلا شخصيا استمتعت. بالعكس هذا شيء يثلج الصدر. احنا عندنا في المجلس العربي للمياه اللجنة التنفيذية بالانتخاب فازوا 80% من الجدة، من يعني من الستة، من يعني بصراحة يعني يعني بصراحة يعني انا هذا والله هذا يعني يدل على وعي كبير جدا. وانا اعتقد انه المرة اذا اخذت دورها الذي تستحقه سنكون في وضع افضل بكثير. والله انا اهنيكم وهنئ نفسي على ذلك. الان نفتح المجال للاسئله والاجوبه. طبعا احنا شاهدنا اربع محاضرات بصراحه. الدكتور رفعت يعني قدم تفاصيل جيده عن دراسات التربه في الاردن وصلاحيتها للزراعه، ثم يعني تقدمت كل من الدكتورات يعني بالنسبة لزميلة من جامعة البحرين صنعت دراسة متعمقة عن أسباب ليه يعني في هناك شبه تمنع من الجمهور في المنطقة العربية خصوصا في دولة خليجية، أنا أقصد ليه يعني وإيش أسباب، وذهبت بعمق. أنا أهنيها على الموضوع هذا. بعدين أنا أعتقد أنه الزميلة أيضا قدمت يعني عرض، بصراحة أنا أشعر أنه ظلمناكي سويتي بصراحة صحيح، لا الوقت ضيق ويجب إنه هذا، ولكن قدمتي بصراحة تفاصيل رائعة جدا عن وادي الأردن وعلى الجوفرنس وادي الأردن، ومعلومات هائلة والله يعني تستحق ساعات صحيح. ثم كان ختامها مسك يعني من الزميلة على موضوع الجوفرنس برضو في الماستر بلان، وهذا شيء نهنيكم عليه. الآن أنا أفتح الباب لل أسئلة ولا أجوبة، بس في عندي
بس ملاحظة صغيرة على موضوع أنه عندنا هنا يصير عندنا ريفرنس إيفابو ترانسبيريشن والأمطار تذهب للمملكة العربية السعودية. إحنا عندنا في صلاة الاستسقاء في المساجد يصير عندنا صلاة استسقاء، فكثير يعني نصلي وتيجي أمطار في بنغلاديش وباكستان في كل مرة في كل مرة. فقالوا إيش السبب هذا؟ سألوا الأمن ما قال لك 90% كلهم هنود وباكستان. فقالوا اسمعوا صلاة الاستسقاء ممنوع هنود وباكستان، صارت عندنا الأمطار دعين في المملكة طب. ومنعناهم احنا ندعو تروح. اتفضل الآن افتح الباب. شكرا. قبل كل شيء أشكر الأخوات والأخ رفعت على المداخلات بتاعهم، لكن بعض التوضيحات ما قدمه الأخ رفعت يمكن أن نسميه الخارطة الفلاحية والخارطة المائية، والمداخلتين الأخرتين هي تكمل ما قدمه الأخ رفعت. لكن ما ألاحظه أن الهبوط كبير بالنسبة للموائد المائية، أكثر من مترين. إذا تواصل هذا الوضع مستقبلا ما هي الحلول؟ وأنت قدمت أنه في الجهة الغربية تقريبا تقريبا من المفروض أن تمنع حفر الأبار، بينما المداخلتين معناها ماشيين في استغلال المواد المائية. هذا السؤال معناها أريد أن توضيح. الأخت من البحرين، احنا أنا ربما أقدمش نفسي، هو من تونس، عندنا تجربة كبيرة من في المياه، استعمال المياه المعالجة، وتعتبر تونس منها من الدول السباقة تقريبا من عام 65. حاليا عندنا أكثر من 7000 أو 8000 هكتار معناها مهيئة للري بالمياه. لكن الإشكال قائم على نوعية المياه. أنت لم تذكري منها مستوى معالجة المياه، هل مرحلة ثالثة أو مرحلة ثانية أو مرحلة متقدمة؟ مرحلة ثالثة. إذن لو عندنا إحنا مرحلة ثالثة كل المياه المعالجة تكون مطلوبة. إحنا عندنا إشكالية نوعية المعالجة، ليست معظمها ليست مطابقة للمواصفات المطلوبة، وإحنا في تونس جادين كثيرا بالمعايير، لأنه حتى الزراعات ليست كل الزراعات تروى بالمياه المعالجة. بعض الزراعات الأشجار المثمرة والزراعات الكبرى كما القمح، بينما الخضر ممنوع. نحن بالنسبة لاستعمال المياه المعالجة لم يصبح خيارا للدول العربية كافة، هو ضرورة في المستقبل. بالتالي النظرة الدينية، لكن لاحظت أن 20% لا تمثل منها، 80% منها تقريبا منها موافقين. فبالنسبة للبحرين أعتقد أنه لم يصبح منها خيار، ولكن لابد أن تسيروا في المصانع خاصة. معناتكم 54% مياه بحرية، تحلية مياه البحر. صحيح، تحلية المياه ربما الإشكال هو في التكلفة. احنا عندنا 1400 كيلومتر معناها بحر، لكن مشكلتنا مشكلة في التكلفة. ربما نحلوا الإشكال متاع ندرة المياه في تونس، لكن الطاقة مرتفعة، فإنتاج ماء بثلاثة دينارات دولار أو أقل من دولار ماذا ستنتج به؟ شكرا. بس نعطي المجال ممكن نجاوب دكتور في البداية بعدين الإرحاب. لا لحظة دكتور رفعت، فيما يتعلق في الهبوط، نعم الهبوط حاصل في المناطق اللي أشرت إليها، يعني وين في سكان وفي هبوط في المياه الجوفية بسبب عمليات الحفر المتواصلة. احنا عندنا إشكالية انه عندنا عجز هائل في
الحاجة إلى المياه والمتاح قليل، فيتم التعويض باستخراج المياه الجوفية. هذا دفعنا ثمنه في هبوط الطبقات المائية الجوفية. الآن البدائل نتجه للتحلية. الناقل الوطني الآن بصدد انطلاقه، وحيدخل حيز التنفيذ والعمل إن شاء الله خلال 5 سنوات. عمليات الحفر المخالف كمان هذه إشكالية في المناطق اللي فيها سكان. لاحظ المناطق اللي ما فيها هبوط ما فيها سكان، المناطق اللي فيها سكان فيها هبوط في المياه الجوفية بسبب أنه تكدس أغلب سكان المملكة في الحزام الغربي من المملكة، حيث كميات الأمطار ونوعية التربة ونوعية الهواء أفضل من مناطق الصحراء الجنوبية والشرقية. عشان هيك هذه الخارطة اللي أنا أتفق معك أنه ممكن نسميها فلاحية، ممكن نسميها أجريكالتشر ووتر ماب، أتفق معك أنه هذا الاسم الصحيح لها. عشان هيك إحنا بنوجه أنه استغلال المياه الجوفية في هذه المناطق لأنه ما فيه هبوط. شكرا. يعطيك العافية. مهندس رحاب. مهندسة خلود. نعم فادية. أنا أتلخبط في الأسماء. المياه المعالجة فعلا هي ضرورة في دولنا الفقيرة، في تعاني في جنشوح في الموارد الطبيعية من المياه، وهي معالجة ثلاثيا في البحرين، لكن البحرين بذلت مجهود كبير في تغطية الكوليكتد ووتر وتحقيق الهدف الثاني في أكثر من 90% من البوبوليشن، ولكن الديزاين كاباسيتي للويست ووتر اللي هي توبلي اللي تغطي شبكة الانفراستراكشر اللي تصل للأراضي الزراعية في البحرين إلى الآن عندها مشكلة أوفرلود. ف يعني ولكن الكواليتي للويست ووتر اللي تريتد اتس فيري جود، وهي يعني ومطابقة للمواصفات المطلوبة في البحرين. واحنا حتى دكتور وليد عمل بالاستراتيجية الموحدة للمياه انه لو عملنا 100% ريوز ات ويل كفر اول ذا اجريكلتشر سيكتور، واحنا ان شاء الله يعني هذا اللي نطمح له في المستقبل. شكرا. يعني عندي سؤال رفعت سريع بس، يعني هل اللي انت عملته كخارطة الزراعية ملائمة الزراعية والمائية هذه فيها ستاندردز ولا يعني الاوزان والرانكينج ranking will weights هذا standards ولا انتم عاملينه ما عندكم؟ هذا السؤال سريع بس يعني. وسؤال ثاني للاخت خلود انت قاعده مكان ثاني في جده مش رحاب. خلود، واحده من اهم القضايا اللي احنا نواجهها في يعني العالم العربي بشكل عام في الحوكمه هي انفاذ التشريعات اللي هو الانفورسمنت. فياريت تتكلمين عن قضيه يعني هاو قديش الانفورسمنت للتشريعات اللي تكلمتي عنها، يعني هذه هل عندكم السلطه القضائيه الضبط القضائيه وهالامور دي في التعامل مع الحالات المخالفه؟ نعم، هي ستاندرد اكوردنج تو فاو اند يو اس دي. يعطيك العافيه. صحيح احنا عندنا في سلطة وادي الأردن قامت بتعديل العديد من التشريعات لعمل انفورسينج لتنفيذ هاي القوانين والأنظمة، وفعلنا شيء اسمه الضابطة العدلية لمراقبة مصادر المياه والمخالفات عليها. وكمان من الأشياء اللي عملناها لأجل تطبيق الحوكمة بهذا المجال أنشأنا جمعيات مستخدمي المياه. جمعيات مستخدمي المياه أصبح زي الموضوع فيه تشاركية بين الحكومة وبين القطاع الخاص والpublic sector. فلما شعر المزارع أنه هو شريك معي، فبالتالي يعني أصبح يحافظ على دوره وحصته ويتشارك مع الآخرين، فهي قللت من الفيوليشنز اللي بتصير على المصادر وساعدت في تطبيق القانون أكثر. وبرضو من الأشياء الإلزامية اللي عملناها عشان تفعيل دور القانون والأنظمة اللي هي الكمبيوترات سيستم، سواء أنظمة معلومات عادية ومن خلالها تم برمجة جميع الأسس والقوانين بحيث أنه حتى الموظف أو المستخدم لهذا النظام لا يستطيع أنه يتلاعب بأي شغلة. مثلا عندنا نظام المخالفات تم برمجتها بطريقة كاملة بحيث أنه حسب ترتيب المخالفة وحسب قيمتها وحسب نوعها أوتوماتيكلي بيظهر عنده القيمة على السيستم، وبتعمل لي تعليق على إشي اسمه إحنا بنسميه irrigation order
للوحدات الزراعية. إذا كان هذا المزارع مخالف مباشرة ينعمل تعليق على السيستم بحيث ما رح يحصل على الدورة المائية لهاي الموضوع. شكرا. أنا قبل لا أعطي المجال القاضي والحكم والظالم والمظلوم يجب وجود ريجوليتر على اساس يكون في يعني ريلابل فير جوفرنس سيستم. حاليا في خطة بنعمل عليها بالقطاع لإعادة الريفورم للقطاع كامل، وضرورة أن يكون وجود ريجوليتر للمختلف المؤسسات. وهذول كانوا يأخذوا مياه جوفية، الدكتور وليد قريب جدا من الأحساء من المنطقة الشرقية، يأخذوا مياه جوفية مياه عيان في لغاية عام 1998. في عام 2000 ابتدوا يأخذوا مياه صرف صحي معالج للتيرتشري جراجولي. الآن الأسبوع الماضي وصلت النسبة إلى 95% treated wastewater. بالنسبة للنواحي الدينية هناك فتوى صدرت في عام 1978، أكيد دكتور وليد هيز أوير أوف ذس، قدمنا سؤال للكونسل مجلس العلماء وقالوا إنه الموية نفسها طاهرة إذا شلت كافة أنواع الإمبيوريتيز اللي هي الفيزيكال والكيميكال والبيولوجيكال، ترجع المياه إلى طبيعتها. هما ما ينصحوا طبعا الوضوء أو الشرب، ولكن قال لك ممكن حتى تصلح للوضوء. فأعتقد ما في مانع ديني في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي. شكرا. نفتح المجال، أنا بدي أعطي المجال، تفضل دكتور. أعطيك العافية دكتور وليد والمحاضرين. سؤالي للدكتور رفعت إنه ما مدى الاستفادة من هذه الخرائط في تحديد مواقع للحفائر الترابية للحصاد المائي أو للسدود في مناطق اللي عملتوا فيها البحث؟ السؤال الثاني للدكتورة فادية هو بخصوص إنه أكثر من 40% من المزارعين يستخدموا الري السطحي، هل يتم استخدام المياه المعالجة أيضا في الري السطحي؟ شكرا. شكرا. تفضل دكتور. واحد من المابس اللي تم استخدامها اسمها الميول السلوبس. كلما كانت الميول عالية أصبحت هاي المناطق مناسبة لعمل السدود، وفي المناطق اللي فيها الميول شبه مستوية من 0 إلى 2 هذه مناطق مناسبة لإنشاء الحفائر الصحراوية. فواحد من المابس موجه بهذا الاتجاه، يعني بتعطي البست او سيتابل سايت او الاوبتيمم سايت. طيب ممكن تجاوبي؟ ما طرقت بالتبيان لهذا السؤال، حتى في بعد ما سالناهم ايش انواع الكروبس اللي بيزرعوها وعرفنا انه بيزرعوا خضروات كان المفروض نزرعها، هل يتم استخدام مياه الصرف الصحي في ري الخضروات؟ بس كانت جنرال كويستشنز، فما ما ما بعرف صراحه، مو متاكده من المعلومه. طيب بس قبل لا اعطي السؤال، في عندي تعقيب على الحفائر، انت اثرت نقاط لابد للفائده تعميم الفائده. احنا من خبرتنا في المملكه العربيه السعوديه في الوزاره الاف الحفائر عملت وحصاد الامطار، يجب دراسه المواقع بدقه. يعني ما بدنا نروح نحط سدود لان في بعض السدود عملت تدمير صراحة، وحفائر حصاد أمطار عمل لك يعني في المناطق اللي كانت فيها يعني زراعات وكان فيها ريتشارج وكان جفت. فلا بد يعمل دراسات حتى عندما يعني نعمل حتى على مستوى حفائر صغيرة، نعمل حساب إنه في كمية من الموية لا زالت تنزل الداون ستريم، وإلا إحنا ما بنسوي فائدة، بالعكس إحنا نضر مستفيد من مياه. أتمنى هذه لكل الديسيجن ميكرز والبلانرز ياخذ. في عندنا سدود والله كبيره
وفي لها يعني آثار سلبية هائلة وإحنا جالسين نشتغل عليه. تفضل. شكرا. أنا اسمي إسماعيل الأزهر إبراهيم، خبير من صاحبي، معاش من اليونيسيف، 32 سنة، 8 سنة أو 12 سنة عندكم في الأردن هنا، وساهمت في الاستراتيجيات الوطنية وفي المخيم الزعتري والأزرق، وموضوع طويل. والآن خبير كونسلتنت مع سيوي حتى يأسسوا مكتبهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو في أكوا. سؤالين. سؤال أول للدكتورة فادية، هو أنه أنت تكلمت عن الريوز، وإن شاء الله بكرة حيكون عندنا محاضرة مع الجايزي في الجانب بتاع السلطج الحمر. شو بسوي فيه؟ شو عملت فيه؟ لأنه ده جزء مهم جدا وكريتيكال جدا زي ما قال دكتور وليد، وبالذات في مسألة التشريعات وإلى آخره، وله علاقة طبعا بالبيئة والبوليوشن والله يعلم، وغير السوشيال نورم الثينكينج يعني بتاع الكلتشر. السؤال ممكن برضه يقول الأخ من تونس لأنه عندهم تجربة كويسة. أو حتى تفضل. السؤال الثاني بين الأخوات خلود ورحاب، لأنه أنا طبعا عشت وضع الاستراتيجية، كان يونيسيف جبنا خبير عندكم، والبي ام زي والبرامج بتاعهم والآبار والمساعدات كده. الأردن طبعا هو ترسكيرسدي، هو تقريبا رقم 2 في الاندكس العالمي إذا ما كان رقم 1، دائما هو في زي في مقدمة مقدمة الدول الفقر يعني من ناحية الفقر بكل أسف، يعني عشنا الدور، يعني إحنا عشنا من أوائل الدول يعني بكل أسف. الموضوع هو بنحصر ما بين الديماند والبرودكشن، صح؟ يعني انتوا دائما استراجلين. الشيء الملاحظه في نقاشاتكم دائما ما بيتعرض انه هاو دو يو انتوا كيف بتنسقوا كوزاره اللي هي فيها السلطه، فيها سلطه وادي الاردن، فيها الشركات الثلاثه، كيف بتنسقوا في مساله الريجوليشنز، زين، لمسألة تلافي مسألة الفاقد، بالذات في مسألة الزراعة وإلى آخره. الأردن الحمد لله بيزرع موز تحت في الغور أمور يعني. فكيف بتنسقوا في مسألة في الحوكمة، في مسألة regulations بحيث إنه تتلافوا هالأشياء؟ شكرا جزيلا. تفضل. يعني هو سؤال صراحة يعني سهل صعب شوي، ما بعرف شو أقول. ممكن يجاوب والله الدكتور خليل بيجاوب احسن مني يعني، بس هو احنا التنسيق. سؤال كويس، بس انا بدي احاول اجاوبك على موضوع اللي انت حكيت عن موضوع الريجوليتر، مش هيك؟ انا اللي حكيت عن الريجوليتر. انا الريجوليشن ذكرت فيه عندنا ديماند وفيه عندنا سبلاي. احنا دائما بنعمل الموازنه المائيه وبنعطي الاولويه في تخصيص الموارد المائيه لغايات الشرب، وهي تاخذ الاولويه الاولى. حتى احنا في وادي الاردن معظم المياه اللي تنتج في منطقة وادي الأردن تحول إلى عمان والمحافظات الأخرى لغايات الشرب، وما يتبقى من هذه المخصصات المائية يذهب إلى قطاع الزراعة. هذا كمياه سطحية متحدث عنه. المياه المعالجة الصرف الصحي بشكل رئيسي هي تستخدم لأغراض الإيريجيشن في وادي الأردن، وهي صراحة يعني في مواصفات عالية جدا وتتوافق مع كل الستاندر الموجودة. بالنسبة للزراعة في موضوع الهايلاند في عندنا نظام المياه الجوفية، وحصل في الأشهر الماضية هو تعديل عليه، عملوا له أبديت رئاسة الوزراء والمجلس التشريعي هاي، وكان في هنالك طبعا هوامش أولية بحيث أنهم يعطوا المزارع كمية محددة من المياه without charge. بعد ذلك بصير في عندك pricing discrimination policy، كل ما زاد استهلاك المزارع من المياه الجوفية ترتفع تعرفة المياه. وإحنا بالأردن كما تعلم نتعامل مع المياه كتعرف وليس كأسعار، لأن الحكومة تسعى إلى تحقيق الأوبريشن أند مينتنس ريكفري، ولا تهدف إلى تحقيق أرباح من بيع المياه سواء لقطاع مياه الشرب أو للصناعة أو للزراعة. في عنا قضية كثير مهمة مشان نعمل الكروس سبسيدي بين القطاعات. القطاع الصناعي تعرفة المياه فيه هي أعلى بكثير من القطاع الزراعي، وهي أعلى أيضاً من مياه الشرب. هنالك فيما يسمى بالكروس سبسيدي، على أساس أن القطاعات الصناعية المنتجة ذات الإنتاجية العالية من المياه
تقوم بدعم القطاعات اللي خلينا نقول بحاجة إلى دعم كقطاع مياه الري. بالنسبة للسبلاي والديمان زي ما حكيت لك، احنا في عنا أولويات، يأتي القطاع مياه الشرب في البداية ويأتي بعده القطاع الصناعي ومن ثم القطاع الزراعي. واللي بخفف علينا في الأردن إنه القطاع الزراعي يستهلك المياه المعالجة اللي تنتج في وادي الأردن. شكرا. عرفش أجبتك؟ شكرا شكرا. خلينا نفتح المجال، نعطي المجال، تفضلي بسرعة بالله. نعم نعم يلا تفضل. بالنسبة للسلج يعني ممكن الاستفادة منه في إنتاج الميثان والطاقة أو كفيرتيلايزر، ولكن للأسف البحرين يعني كل السلج بيروح على اللاندفيل مباشرة بعد التجفيف، فما في أي استفادة. مش عارف بالنسبة للدكتور ابن تونس ممكن عندهم خبرة الموضوع أكثر، أو يصلح لي الدكتور العب. والله عندنا في المملكة العربية السعودية دحين احنا نستفيد منه في أشياء كثيرة، إنتاج الطاقة في محطات المعالجة، يعني حتى تكون عندنا التارجت دحين إنه يكون خلال من هنا لين 2020 تكون كل محطات معالجة مياه صرف الصحي تكون مستقلة بالطاقة، بل نتوقع أن تكون تعطي للجريد. هذا واحد. فالسلج هو جزء من بالإضافة لاستخدام الطاقة الشمسية في محطات الصرف الصحي، وأيضا يستخدم الجزء الزائد يرسل إلى مصانع الإسمنت في عمليات البروسيس، تعرف التصغير في عمليات، فيستخدم له ثمن وله قيمة. هذا أعطي المجال الآن جاوبي. يعني إضافة على كلام الدكتور خليل للرد على الدكتور إبراهيم، من ناحية الكوردينيشن بتوين الأول أوثوريتيز، يعني هي حاليا في ريفورم على كل الريسبونسبيلتيز أول أوثوريتيز and will be a regulator body إن شاء الله. بس يعني هو مع الزمن صار كل واحد عارف مسؤولياته بالضبط، يعني زي ما حكى الدكتور خليل، يعني عارفين الهايلاند مين بيديرها، الجي بي اي مين بيديره طبعا، والبلانينج من خلال الوزارة نفسها، وتنفيذ مشاريع الانفراستراكشر مع للووتر اند ويست ووتر من خلال الووتر اوثوريتي اتسلف. شكرا. دكتور وريد عندك تعليق سريع بالله اصلا الموضوع. projections في المستقبل يعني بشكل deterministic، وأنا أعتقد يعني the uncertainties أو عدم الثقة أو عدم التيقن في المستقبل من حيث the refugees، من حيث the climate change، الأشياء يعني so many. فأنا ما بغيت أعرف أنتوا كيف تعاملتوا مع هذه يعني مسألة عدم التيقن في كل شيء من الحين إلى 2040 يعني. فإحنا عادة نتعامل مع stochastic modeling في هذا الحالة، ولكن أبعرف يعني كيف تعاملت معها. صراحة نشغل على عدة سيناريوهات، حطينا سيناريوهات السيناريوهات نعم. كان بالنظر ل كان البداية reference scenario من 2018 what is the case and the current case بوجود الرفوجيز and بوجود كمان population growth، برضو shortage of resources as the situation as it is يعني. بعدين صار في عنا projection من سيناريوهات، أدخلنا مياه الجوفية من جنوب الأردن مياه الديسي، واشتغلنا برضو على الallocation كيف رح يكون خلال المملكة، لأنه في جزء من المناطق صار عليها شورتج من الشمال. الخطة المستقبلية الآخر سيناريو اشتغلنا بوجود النقل الوطني اللي هو تحلية مياه العقبة، ويكون عندنا ميكسينج بين DC and fresh water which is the desalinated water and how will be the situation will be affected. So it was through scenarios. نعطي سؤال أخير يعني ما طيب أنا بس المهندس رأفت بخصوص اللاند الخرائط اللي عرضتها علينا في الدراسات، هل تم إشراك هاي أو استخدمت هذه الخرائط في اللاند يوز بلانينج، وشو كان الكوردينيشن اللي حكينا إحنا في كوردينيشن في اليوتيليتيز أو في الانتيتيز within the Ministry of Water and Irrigation، what about the coordination between the ministries because Ministry of Agriculture يعني خلينا نحكي إنه وزارة الزراعة
ممكن تعمل نوع من تشجيع الزراعة في بعض المناطق اللي بتكون وزارة المياه والري في عندها بعض خلينا نقول المحاذير بخصوص الاستهلاك المائي. ففي ما مدى مطابقة هاي الخرائط اللي عملتوها مع اللاند يوز والتوسع العمراني والزراعة في المناطق هاي والكوردينيشن اللي موجود بين الوزارات بهذا الخصوص؟ تفضل دكتور رفعت بسرعة بالله. نعم. جميع المدخلات والمخرجات للمابس اللي تمت الآن هي قيد العمل من خلال المخطط الشمولي. هذا المخطط الشمولي مكون من عدة بلديات من عدة وزارات فيها أعضاء من كل اللجان، فعلياً تبنت هاي المابس بشكل كامل، ما في تناقض ولا تعارض، بالعكس هي مكملة لعمل وزارة الشؤون البلدية زائد المياه زائد الزراعة. شكراً. يعني أود في النهاية لأن الوقت انتهى. طيب يلا تفضل. حضرتك حكيت عن الفتوى التي صدرت من قبل مجلس العلماء في عام 79 ميلادي. 79 نعم. في يعني شرعية استخدام المياه المعالجة. نعم. لهذا. نعم. احنا بالدين يعني according to our religion يعني there is something which we call it najas in the water and if it is najas it will not be صح. used. صحيح. يعني وللأسف احنا لحد الآن انا يعني كثير سألت كثير من العلماء والمختصين انه ما هو مصدر النجس الذي يعني ادى الى المشرع في الدين الإسلامي ان يعتبر هذه المياه غير صالحة للاستخدام. صحيح. وما هي المكونات بالتحديد التي يعني كانت في 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 يعني في ذهن المشرع المسلم عندما اعتبر هذه المياه غير صالحة للاستخدام؟ هلا احنا لما بنعمل عملية التريتمنت، هل عملية التريتمنت تؤدي إلى الإليمينيشن لمصدر النجس الذي ذكر في الدين؟ وما هو المصدر؟ لأنه أنا لم يعني لحد الآن لم أجد إجابة على هذا المصدر حتى أعرف إنه عملية التريتمنت تزيل النجس أو لا. سؤال واضح، سؤال واضح. أنا إن شاء الله أرسل لك نص الفتوى بالعربي باللغة العربية من مجلس العلماء. مجلس العلماء عندنا في المملكة شديد جدا ومتحفظ جدا، يمكن من أشد يمكن التحفظ في المنطقة في العالم الإسلامي عندنا في المملكة، وكان يرأسها رحمه الله شيخ ابن باز، فأصدر الفتوى وفيها تفاصيل. قال لك المياه نفسها، المياه نفسها ربنا خلقها نظيفة ودخلها شوائب، شوائب اللي في الويست ووتر إيش فيها شوائب تمنع استخدامها؟ احنا نقولها نجسة لأنه ما نستخدمها، لأنها غير صالح للاستخدام. عندك شوائب فيزيائية، عندك شوائب كيماوية، عندك شوائب عضوية، عندك شوائب ميكروبولوجية بيولوجية. إذا أنت شلت كل أنواع الملوثات الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية كلها، ترجع المياه هذه إلى طبيعتها وترجع نظيفة. أنت الآن المياه الصرف الصحي تنزل في الأودية، بعضها ينزل إلى جو في الأرض وبعضها يتبخر. خلينا نأخذ الجزء ده يتبخر، يذهب إلى الجو سحب وأمطار ونشربها بكل بساطة. يعني فهذه بالعكس هذه أثرت المعرفة وسهلت على المخططين المياه في المملكة العربية السعودية منطقة الخليج، حتى العالم الإسلامي يطلبها مترجمة موجودة. وأنا أعطين لو سمحت لهذا تقرأها وتجاوب على سؤالك، يسعدني هذا الشيء. في النهاية يعني بصراحة الجلسة هذه جلسة ثرية جدا، يعني احنا استمعنا من حفظ الأرقام من أخوي رفعت عن السويل كلاسيفيكيشن، تصنيف الأراضي واستعمالاتها ووجود المياه من عدمها وصلاحيتها لكافة الاستخدامات في المملكة. أعتقد هذا يعني نموذج للدول العربية أن يكون عندنا دراسات مثل هذه، فعلا هذه تفيد الباحث ومتخذ القرار، وبدونها لن نستطيع. طبعا في كثير من الدول العربية عندها بعضها أو مثلها أو كذا، ولكن هنيك على هذه صراحة المعلومة. ثم أخذنا يعني أيضا جانب آخر من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج وسبب التردد الاجتماعي. هذه حالة بصراحة دائما غامضة وفي ما في إجابات، وأنا أهنيك فادي على بصراحة وأتمنى لك التوفيق. ثم يعني أخذنا هناك شرح وافر على يعني مثال على الماستر بلان في على بالنسبة على المستوى الوطني، ويعني شرحت كل جانب الماستر بلان وكيفية وخطط تنفيذها وجانبها القانونية والتشريعية. بالعكس هذا شيء ممتاز جدا، وإن شاء الله نتمنى لكم التقدم.
وايضا استمعنا عن هيئه وادي الاردن. هيئه وادي الاردن تعتبر من يعني من الهيئات، احنا عندنا سموها مؤسسه الري في المملكه العربيه السعوديه. نعم، فيعني تدخلتم في مجالات عميقه جدا بالنسبه للجفرنس. طبعا ما في شيء كامل الكمال لله، ولكن قطعتم يعني شوط كبير تهنأ عليه. انا فعلا يعني فعلا استمتعت في هذه المحاضرات، واشكر الساده الزملاء في اسئلتهم لاثروا النقاش، ونتمنى لكم التوفيق في المؤتمر، وشكرا جزيلا. اهلا وسهلا، حياكم.